مرة تانية بنرحب بحضراتكم وفقرة الصحافة النهاردة هنقرأ فيها ونتابع ونحلل أهم وأبرز العناوين اللي ركزت عليها صحف النهاردة. كان الأول اسمحوا لي نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير جريدة الجمهورية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. كل سنة حضرتك طيب. أهلا بيك. قبل ما نبدأ جولتنا خلونا نشوف مع بعض منشطات الصحافة النهاردة بتقول إيه. نبدأ مع حضراتكم من جريدة اليوم السابع وتحت عنوان الرئيس السيسي يصدق على قانونين لتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية وأيضا مكافحة جرائم المعلومات. أبدأ مع حضرتك أستاذ أشرف، ومتى أو نبدأ الأول بقانون الجمارك، وهل حضرتك شايف أن هذا القانون هيساهم في جذب الاستثمار الأجنبي، وإيه إمكانية مصر في أن هي تتصدر الخريطة الاستثمارية الفترة الجاية؟ أعتقد أن قانون الجمارك ده من القوانين المهمة اللي طالما ناس كتيرة من المتخصصين طالبوا بإدخال تعديلات جذرية ربما عليها، اتخاذ الدولة مثل هذا الإجراء وإصدار هذا القانون أعتقد أن دي مسألة مهمة. حضرتك لما تيجي تبصي لمنظومة الاستثمار بالكامل وأدي أني لأول مرة تقريبا بنشوف أن الوزارات المعنية المختلفة بتكمل بعض بشكل فيه تنسيق كبير وشكل زي ما تقول حضرتك أنه فعال، فبتلاقي أني مثلا محور قناة السويس بيبقى عنده مشروعات ومنطقة استثمارية خاصة فبيكملها بقانون الاستثمار والشباك الموحد. أول امبارح كان لسه فيه قانون إصدار الشركات للشخص الواحد. فلما تلاقي أول مرة في الحقيقة يعني تلاقي أول مرة بتلاقي فيه تكامل ما بين المؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وأعتقد أن الهدف الكبير هو جذب أكبر كم ممكن من الاستثمار. طيب هل الـ هناك مردود حقيقي لمثل هذه الاستثمارات أو الإجراءات عشان تجيب استثمارات أجنبية؟ أنا في حياة الحال أنا بحيل الناس لتقارير دولية وتقارير عالمية. أعتقد أن هي خلال الفترة اللي فاتت امبارح وكالة بلومبرج قبلها كان في تصنيفات الحفاظ على التصنيف المصري في جذب الاستثمارات، هنالك زيادة كبيرة تقدر بأكثر من 10% للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة فقط، ودي الفترة كانت بسيطة جدا. يبقى إذن الإجراءات دي أعتقد أن هي بدأت تؤتي ثمارها بشكل إيجابي للغاية، وأعتقد أني مع استمرار التكامل ما بين المؤسسات المصرية المختلفة مع دخول العدد الكبير من القوانين الاستثمارية المهمة حيز التنفيذ وصدور اللائحات التنفيذية الخاصة بكل قانون، أعتقد أني المردود هيبقى أكثر من ذلك وإيجابي أكثر من ذلك للدولة المصرية في هدفها الكبير بجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية. نأمل ذلك طبعا. وخليني أنتقل مع حضرتك لنفس الخبر ولكن فيما يخص مكافحة جرائم المعلومات، متى يبدأ التطبيق الفعلي لهذا القانون، قانون مكافحة جرائم المعلومات، وإيه اللغط اللي ممكن يحصل بناء عليه؟ لأن يعني في منح للسلطات ملاحقة أي موقع ينشر أخبار كاذبة فيما يخص يعني بما فيها السوشيال ميديا، احنا بنتكلم على أكاونتس بتاعت ناس كمان. ده أعتقد إن هو من الأخبار اللي هي مثيرة جدا للجدل. يقول لك الحق ده هيقبضوا على الناس اللي أكاونت على الفيسبوك، الحق ده هيعملوا مش عارف ضريبة كام في المية أو كام اللي يفتح حساب خاص على تويتر. يعني دي مسألة أعتقد إن هي مزعجة للغاية، وإحنا قدامنا طريق من طريقين.
يا إما نترك هذا المجال بكل الفوضى الملحقة به بكل الأزمات التي تسبب فيها خلال السنوات الأخيرة، إما أن احنا نعمل زي كل العالم بما فيها العالم المتقدم ديمقراطيا وعلى مستوى حقوق الإنسان وعلى كل المستويات، نضع العديد من الضوابط. لما تشوف حضرتك بلد عظيمة زي الولايات المتحدة بكل هذا بكل حجمها بكل قدراتها عانت الأمرين خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة. صحيح. وفي قضية ضخمة جدا ما زالت منظورة أمام قاضي التحقيقات، وفي أزمة كبيرة ما بين قاضي التحقيقات وبين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من قيادات البيت الأبيض اللي هم من مساعديه، ودي مسألة أعتقد أن هي أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أن كان في تدخل روسي من خلال السوشيال ميديا في التأثير على الانتخاب على الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح دونالد ترامب على حساب هيلاري كلينتون. يبقى إذن المسألة أكبر بكتير من فكرة أني أنا إلحق الدولة عايزة تسيطر، المسألة بمنتهى البساطة أن الدولة المصرية زيها زي معظم الدول أو كل الدول تقريبا اللي على مستوى العالم، بص للسعودية، بص للإمارات، بص للصين، بص الصين قافلة خالص فيسبوك، ما فيش فيسبوك عندهم وتويتر. بص لكل التجارب العالمية حضرتك هتلاقي أني لابد من وجود ضوابط، وأي حاجة في الدنيا لو تثابت كده في المطلق بالتأكيد هيبقى ليها نتائج سلبية. طيب لما نيجي للقانون المصري اللي تم إقراره في انتظار اللائحة التنفيذية علشان يتم التطبيق، هتلاقي ان المسألة خالص لا تمت لا تتعلق بالأفراد او بالأفراد طالما انت بتتكلم في الإطار المسموح وبتعبر عن آرائك بمنتهى الحرية. كل ما هنالك المسألة العقوبات متعلقة بايه اللي هو اختراق الخصوصية، يعني لو حد جه اخترق حساب حضرتك مش انت كتبت بوست بتعبر عن حاجة معينة، لو اخبار الكاذبة مشاطي اخبار كاذبة، يعني دي مسائل متعلقة بالضابط. إنما في حقيقة الحال كمان إن في تحديات هتواجه المسألة دي، مسألة التطبيق، لأن معظم الاختراقات بتتم جيوش إلكترونية غالبا ما بتكون معروفة. خارج البلاد، فدي مسألة أعتقد إنها صعبة. العالم كله دلوقتي بيعاني وفيسبوك بيعاني، وفي خريطة جديدة للتغيير في التغيير في على موقع فيسبوك بيعاني من الأخبار الكاذبة أو التراتبية في نشر الأخبار الكاذبة، ودي مسألة بيعاني منها وفي خسائر فادحة للشركة على مستوى العالم. وفي ألمانيا قضية في قضية كبيرة لسه شغالة ما زالت، في خسائر كبيرة منيت بها للشركة في هذه المسألة. ففي تحديات كبيرة بتواجه تطبيق المنظومة أو تطبيق القانون، ولكن في كل الأحوال كون إن يبقى عندنا ضوابط للمواجهة، ضوابط وليس قيود، ودي مسألة لازم الناس تاخد بالها منها كويس جدا. لما يبقى في ضوابط لتنظيم هذه المسألة لمنع الفوضى والحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على أمن معلومات الأشخاص والأفراد اللي هم موجودين على السوشيال ميديا، المفروض نرحب بحاجة زي دي كلها إيجابية لصالح الراجل المواطن المصري، مش زي ما بيحاول البعض يروج إن هي كلها سلبية وإلحق البلد عايزة تسيطر وإلحق عايزة تسجن الناس اللي بيقولوا رأيهم. المسألة ليست كذلك على الإطلاق، والضوابط دي لحماية الناس قبل أي حاجة. وأعتقد اللي ماشي صح مش هيخاف من حاجة زي دي طول ما أنا ما بنشرش أخبار كاذبة أو ما بعملش مشاكل يعني مقصودة إن أنا مثلا أعمل قلق في البلد أو حاجة، أعتقد يعني مش هقلق. في رقم أنا بعتبره رقم مرعب جدا لازم إن احنا ناخد بالنا منه، المصريين دولة احنا عندنا 30% أمية كاملة، 30% من المصريين عندهم أمية كاملة، 60% من المصريين حسب المعلومات الرسمية 60% بيعانوا من أمية المثقفين، إن الناس على درجة عالية من التعليم وعلى درجة عالية من التكنولوجيا والتعامل والتفاعل مع التكنولوجيا، ولكنهم على المستوى الثقافي محدودة لغاية ده. بالعكس ده حتى النخبة بتاعتنا مع الأسف الشديد بقت تاخد من اللي هي ثقافة الهوامش، ثقافة اللي هي السوشيال ميديا، اللي هو إلحق أخد معلومة من هنا، إلحق أخد معلومة من هناك، إنما فكرة التحقق من المعلومات دي إحنا كمجتمع مصري غريبة جدا عندنا منها. فدي مسألة أعتقد إن القانون ده يعني خطوه ولو كانت من وجهه نظري هي خطوه بسيطه على الطريق الصحيح للتعامل مع هذا المسار المهم جدا، واصبح بيؤثر اكتر حتى من وسائل الاعلام بيؤثر في المواطنين. فدي مساله في منتهى الاهميه. ننتقل او لسه هنكمل مع اليوم السابع، ننتقل لخبر اخر تحت عنوان اسواق العيد تحت رقابه الصحه. يعني عايز اسال حضرتك، هل الرقابه بتبقى بالتنسيق عموما بين وزاره التموين ووزاره الصحه، ولا الخبر ده بيقتصر على دور وزاره الصحه فقط؟ اعتقد حسب معلوماتي المتواضعه في هذا السياق
اي حمله بتطلع لمواجهه الاسواق بيبقى فيها مجموعه من الهيئات المسؤوله عن الرقابه. يعني اعتقد ان في شرطه التموين، في جانب من وزاره الصحه اللي هو الراجل الطبيب البيطري او المنوط به القيام بالكشف على هذه السلعه المباعه للجمهور. اعتقد ان بيبقى في تكامل كبير ما بين الجهات الرقابيه المختلفه للقيام بالدور المنوط به. واحنا عندنا مشكله كبيره دايما بتبقى فكره عدم التنسيق في مثل هذه الاجراءات الرقابيه. يعني احنا من البلاد اللي عندنا وسائل رقابيه كبيره جدا، انما التنسيق بيبقى في معظم الاحوال مفقود او ضعيف او على درجه لا ترتقي للقيام بتنفيذ المهم على الوجه الاكمل. في الفترة الأخيرة أعتقد أن الرقابة الإدارية كان لها دور كبير، مش فقط على مستوى الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة في هذا السياق، ولكن كمان كان لها دور كبير جدا في التنسيق ما بين الجهات دي. يعني صحيح. أول مرة مثلا كنا نلاقي الحملة اللي تمت على المستشفيات كانت حملة في منتهى الأهمية، الحملة اللي تمت على الأسواق وعلى المصانع وعلى غيره وغيره من اللي هي كل المنابع الفساد اللي بتؤدي في النهايه باضرار بالغه على المواطن المصري. شفنا نتائج هذه المساله. صحيح. كان لها دور كبير في هذه المساله، ولكن دور الاكثر اهميه من وجهه نظري التنسيق. هو التنسيق ما بين الجهات الرقابيه المختلفه. اعتقد ده حضرتك يعني اشرت اليه في اول الفقره وبنأكد تاني التنسيق مستمر. يعني حتى شوفي ساق الكلام خدنا، احنا في تنسيق على مستوى المنظومه الاستثماريه في البلد، وكمان في تنسيق على مستوى الوزارات بقى الداخليه او الرقابة بتاعتنا. فدي مسألة اعتقد ان هي طيب ده معناه ايه؟ ان في عقل بيفكر في البلد بيقول ان تعالوا نربط الصواميل المفكوكة في المناطق اللي احنا بنعاني فيها مشكلات. ده اعتقد ان هو بيحصل بشكل ايجابي. ممكن نختلف شوية على ازاي بيحصل او المدى الزمن اللي بيحصل فيه. لكن صحيح. في النهاية في تقدم وفي خطوات بيتم اتخاذها في هذا الاطار. رقابة الجودة اللي موجودة في الامارات، هل ممكن في يوم من الايام نصل لهذا النوع من الرقابة ويبقى عندنا رقابة فعلية، ولا الموضوع ثقافة شعب وتجار؟ مش المسألة، احنا دايما بنتعامل مع ثقافة الشعب على اعتبار ان خلاص دي مسألة مسلم بيها وان احنا مش هنقدر نغيرها واحنا كده وهنفضل كده. المسألة مرتبطة بشكل اساسي فكرة ثقافة الشعب بالقانون. امتى بتتغير الثقافة؟ لما بيحصل فيه قانون معين رادع بيجبر الجميع على الالتزام به. الالتزام به يعني بيتم تغيير الثقافة. الامارات قبل 10-15 سنة بالتأكيد ما كانتش هي الامارات اللي احنا شايفينها واحة في بين البلاد العربية. المسألة تغيرت بالقانون وبالإجراءات الصارمة وأسنان المشط الجميع سواسية أمام القانون. ولكن في أعتقد إحنا في شوية حاجات لازم نحطها في الاعتبار. أولا مستوى الدخل هناك ومستوى الدخل على مستوى القومي وعلى مستوى الأفراد في اختلاف كبير في المسألة. عدد المواطنين هنا وعدد المواطنين صحيح. هناك في اختلاف كبير في هذه المسألة. طيب الالتزامات والتحديات اللي بتواجهها الدولة هنا المصرية وهنا. أكبر بكتير جدا من التحديات اللي بتواجهها دولة الإمارات. يبقى إذن كل المقاييس اللي ممكن على أساسها نقارن ما بين الوضع هنا وهناك طبعا لصالح الإمارات، إنما على أرض الواقع إحنا بنحاول، والمحاولات أعتقد إن هي هتؤتي ثمارها طالما زي ما قلت بنحاول. طالما بنحاول وبنحاول محاولات جادة ويبقى القانون هو السيد وهو الحكم ما بين الجميع. هننجح لما نقدر نطبق القانون بشكل كامل متكامل على الجميع بشكل سوي. ننتقل مع حضرتك لجريدة الوطن وتحت عنوان التعليم، النظام الجديد للثانوية العامة يشمل طلاب المنازل والمصريين بالخارج. عاوزين نفهم من حضرتك يعني ايه هذا، يعني نبسط هذا الخبر، وهل النظام الجديد كده هيطبق على منازل هذا العام ولا لا، وليه في قلق حوالين النظام الجديد؟ يمكن كلنا لسه قبل ما نطلع انا وحضرتك في الفاصل بنتكلم النظام الجديد، ليه الناس خايفه منه كده وليه الناس مش مقبله عليه؟ هو اولا لو تسمحي لي السؤال ده من اصعب ما يكون، ولو جبنا خبير تعليم يقعد مكاني علشان يشرح المساله بشكل تفصيلي اعتقد ان هو مش هيقدر او مش هينجح في ان هو يوصلها للناس بشكل بسيط يفهموه بشكل ببساطه بشكل كويس. ليه؟ لاني مع الاسف الشديد احنا انتقلنا بشكل شبه فجائي من نظام لنظام. طبعا
انا قلبا وقالبا مع الدكتور طارق شوقي، وشايف ان هو من اعظم وزراء التعليم فعلا، اللي جم وبيعمل مجهود يشكر عليه على مستوى الوزاره، وشايف ان الدوله في حقيقه الحال فعلا حاليا في الفتره الاخيره دي، لو حضرتك بصيتي للخبر ده وبقيه الاخبار اللي كانت موجوده على الشاشه هتلاقي فعلا الدوله مركزه بشكل كبير جدا على التعليم والصحة. وعلى الصحه، وهم دول الاساسين اللي بيتم غير خلالهم اعاده بناء الانسان المصري زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيهه الاخير. صحيح. طيب نظام التعليم علشان بس نبقى المسألة مبسطة أكتر، يعني مبسطة، هو كل ما هنالك النظام الجديد للثانوية العامة بيلغي فكرة الاعتماد على الحفظ والتلقين وبيروح أكتر لمنطقة الفهم بالنسبة للطلاب. الأول كان في امتحان واحد خلال السنة الأخيرة، سنة ثالثة ثانوي في آخر السنة امتحان واحد هو اللي بالنسبة للطالب المصري أو الطالب المصري صح. مسألة حياة أو موت، يا إما يجيب مجموع كبير ويدخل كلية من كليات القمة يا إما حياته تهدم كلها صحيح. طول عمره، وبتبقى دي مسألة غالبا مدمرة. في النظام الجديد بيقول لك انا مش هعمل امتحان واحد، انا هعمل 12 امتحان على مستوى الثلاث سنين. طيب الامتحانات زي ما هي على مستوى الدوله، يعني الورقه الامتحانيه هتسافر بطياره عسكريه للمناطق الحدوديه وهتروح للصعيد وهتروح للقاهره، ويبقى في رقابه ويبقى في تسريب للاسئله صحيح. ويبقى في ازمات كبيره. لا، هيقول لك ان انا كل مدرسه بيبقى ليها امتحان من بنك المعلومات ومن خلال التابلت ومن خلال وسائل تكنولوجيه محكمه الدقه والضوابط، ومن خلال الاسئله دي اللي هي مختلفه من مدرسه يعني مش موحد الكتروني. لا مش مش موحد حسب التصريحات، وهيتم البدء من خلال اولى ثانوي السنه اللي جايه فيها هيتم حوالي توزيع 750 الف تابلت على الطلاب مجانا من خلال المدارس المختلفه، وتم تهيئه البنيه الاساسيه في اكثر من 700 مدرسه بالخطوط الالياف الضوئيه والتكنولوجيا المتعلقه بالتوصيلات والانترنت وما شابه. اعتقد ان كل الاجراءات دي اجراءات سليمه. فيما يتعلق بالسؤال، الفكره مرتبطه بالمنازل وابنائنا اللي بيدرسوا في الخارج، ودي مجرد اجراءات بسيطه علشان يبسطوا الاجراءات. واعتقد ان هي بدل ما كان طالب بيسافر مثلا من جده للرياض علشان يمتحن بتبقى المساله ابسط من كده بكتير. استاذ اشرف، ده يخليني معلش اسال حضرتك سؤال، وانت عارفنا يعني عارفنا كمصريين نحب دايما نجيب اللوم على حاجه ثانيه، فوارد ان حد يقول لك فجاه لا اصل احنا امتحانات ولادي كانت غير امتحانات المدرسة التانية وهكذا، دي أسهل ودي أصعب والموضوع ده، هل ده ممكن يعمل مشاكل أو قلق الفترة الجاية؟ بس احنا بالمؤكد ان احنا خلال السنه اللي جايه هتبقى سنه التعليم بامتياز. يعني حضرتك كده استعدي من دلوقتي، لان السنه اللي جايه واحنا كمان في الصحافه هنستعد ان احنا مش هيبقى عندنا غير مشاكل وازمات التعليم، وهنتكلم عن تفاصيل مزعجه للغايه. وعلى الوزير الدكتور طارق شوقي ان هو يبقى مهيئ، وهو من الشخصيات الهادئه جدا وبيتعامل مع المسائل دي صدره رحب جدا بصراحه. علينا ان احنا نتعامل مع الفتره اللي جايه، ان الفتره اللي جايه هتبقى مزعجه جدا على مستوى المشكلات. طيب هل ده معناه ان احنا خلاص تعالى نقفل الباب ده ونسده ونرجع كما كنت؟ اعتقد ان احنا لازم ان احنا نكمل خطوات، لان هي دي السبيل الوحيد لانقاذ هذه الدوله من هذه المرحله الصعبه والانطلاق بها لمرحله تقدم حقيقيه، وليس حتى على مستوى النمو او حتى على مستوى الاقتصادي. المرحله التقدم الحقيقيه بتبدا من التعليم، والتعليم اعتقد ان النظام ده برغم كل الانتقادات الموجهه ليه، برغم ان الحوار المجتمعي ما كانش كافي، برغم ان اول ما الناس تفضل تقول لك على مدار 30 40 سنه التعليم هو الحل وتعالى نحل التعليم ومشاكله ونعتمد على الفهم مش على الحفظ والتلقين، اول ما تبداي تاخدي اجراءات الناس تقول جاي. طيب يا جماعه مش احنا عايزين نصلح، الاصلاحات دي لازم ندفع الضريبه بتاعتها، واحنا هنمشي صح وهنكمل بشكل سليم. مين المسؤول يا استاذ اشرف عن توعيه يعني الناس عن هذا النظام الجديد؟ ويعني ليه ما يبقاش فيه مثلا نقاش بيننا وبين يعني بين سيادة الوزير والمدرسين، ويعمل نقاش مجتمعي بينه وبين الأفراد في المجتمع زي اللي بقول حضرتك عليه بالتكوين بتاعه بنسبة الأمية بأمية المثقفين. المسؤول الأول عن التوعية هو الإعلام. مع الأسف الشديد الإعلام كمان ما خدش فرصته الكافية إن هو يفهم النظام ويدير حوار مجتمعي مع الناس، يتلقى الأسئلة ويوضح ويروح يعمل حوارات مع المسؤولين ويعمل لقاءات مع الأهالي ويبقى في حوار مجتمعي كامل متكامل. الوقت لم يكن كافيا للقيام بهذه العملية. أعتقد إن احنا
خلال الفترة اللي جاية علينا أن ننتبه ونتحرك بشكل أفضل وأقوى على مستوى وسائل الإعلام كافة، وعلى وزارة التربية والتعليم كمان أن هي تقوم بدورها في هذه المسألة وتكون أكثر انفتاحا على الأسئلة المتخوفة من جانب أولياء الأمور ومن جانب الطلبة. عليها أن تستمع جيدا، عليها أن توضح بشكل أكثر دقة وبأكثر بساطة وبأكثر حرفية. أعتقد أن احنا لو في منظومة متكاملة ما بين أولياء الأمور وما بين وسائل الإعلام وما بين وزارة التربية والتعليم، أعتقد أن النتائج هتبقى إيجابية خلال الفترة اللي جاية. حضرتك أسندت مسؤولية عدم التوعية إلى الإعلام، وشايف أن المفروض الفترة الجاية نركز أكتر على ملف التعليم وما يشمله من نظام جديد لتوعية يعني الشعب بقى وبأهمية هذا التجديد. يعني مسؤولية ثلاثية، مسؤولية ولي الأمر ومسؤولية الوزارة ومسؤولية وسائل الإعلام. كيف نقنع ولي الأمر؟ يعني الموضوع بيبقى فيه شوية، يعني الناس دايما حتى إحنا كإعلاميين حضرتك عارف يقول لك يعني لا أنت مش مكاني، أنا اللي عندي ابني وأنا اللي عندي ثانوية عامة، وأنت لو مكاني هتفهم اللي أنا بقول. نقنع الناس دي إزاي؟ ولي الأمر مش هيقتنع غير بالتجربة. لما يلاقي التجربة جت في مصلحته هيقول لك النظام ده كويس. معنى إيه إن هي جت مصلحته؟ لما يلاقي إن التابلت ده اللي هو بيستخدمه وطبيعة الأسئلة دي بتمنع إن هي بتجبر الطلاب إن هم، بص حضرتك ثالثة ثانوي محدش بيروح مدارس، روح اي فصل من ثالثه ثانوي وكلنا عارفين كله بيعتمد على وزير التربيه والتعليم وهكذا. طيب لما يجي النظام الجديد يجبر الطلاب ويجبر المدرسه ان يبقى فيه تواجد للفصول دي في المدارس، اذا اول خطوه للحد من الدروس الخصوصيه. لما يلاقي الطالب ان الاسئله دي مش مجرد كوبي وبيست انا بحفظها من المعلم وبروح احطها في الامتحان، لا ده انا لازم افهم ولازم افكر، يبقى ولازم احط اجابتي بطريقتي. يبقى اذا انا هنا مش هحتاج برضه للدروس الخصوصيه. لما يلاقي ولي الامر ان الدروس الالاف المؤلفه اللي بيصرفها على الدروس الخصوصيه ما بقاش يصرفها، اعتقد انه هيبدا مرحله الاقتناع. لما يلاقي ابنه بيبقى على مستوى العقل افضل وعلى مستوى النتيجه افضل ويلاقي نفسه قدام فرص كويسه على مستوى المستقبل من خلال ربط الجامعات كمان بسوق العمل، اكيد المساله هتبقى افضل. يبقى اذا هيقتنع ولي الامر بالنظام الجديد ومدى جودته لما يجرب وتيجي النتائج كمان لصالحه. نأمل ان احنا يعني ننتقل بقى من موضوع التعليم ده اللي هو فعلا يعني هيبقى بناء للانسان نفسه من الاول بجديد. ننتقل لخبر اخر من جريدة المصري اليوم وتحت عنوان تقرير لرئيس الوزراء حول انهاء قوائم انتظار المستشفيات. ممكن حضرتك تقول لي ابرز البنود اللي وردت في هذا التقرير؟ هو البنود مش عباره عن بنود مكتوبه على قد ما هو، هرجع تاني لنفس النقطه اللي هو تنسيق. هنلاقي وزاره الصحه، هنلاقي مستشفيات القوات المسلحه، هنلاقي مستشفيات الشرطه، هنلاقي المجتمع المدني بيدخل ولاول مره بنلاقي رجال اعمال بيساهموا بالاموال. صحيح. هنلاقي مبادره من البنك المركزي المصري ودافع حوالي مليار جنيه. لما نلاقي في خلال اقل من اسبوعين تم علاج 7600 حاله حسب الدكتوره وزيره الصحه امبارح من اصل 12000 حاله من قوائم الانتظار، فدي مساله نتيجه ايجابيه للغايه. لما تلاقي المساله بمنتهى البساطه راجل مريض على قائم الانتظار علشان يعمل عمليه قلب مفتوح على سبيل المثال، ليه اكتر من سنتين ثلاثه وهو المفروض يعمل عمليه قلب مفتوح، يعني ده ممكن يموت. صحيح. في أي لحظة. على مدار سنتين ثلاثه مستني نقول له يا عم الحاج تعالى انت هتتصل بالرقم ده، هيردوا عليك هيحددوا لك ميعاد للعمليه في المكان الفلاني هتيجي تعمل العمليه. دي مساله في منتهى يعني في منتهى السلاسه وفي منتهى البساطه، واعتقد ان المواطن المصري يستحق تماما هذه الخدمه. طيب لما يبقى فيه التكامل اللي بقول حضرتك عليه ده ويروح المواطنين بالفعل ويلاقوا المساله بسيطه ويتم علاج واجراء عمليه القلب المفتوح للراجل اللي هو محتاج من اكتر من سنتين للمساله دي، فدي اعتقد منظومه مهمه. الاهم منها من وجهه نظري التصريح اللي قالته وزيره الصحه لما قالت، ودي مسألة ده إدراك مهم جدا من جانبها، إن إحنا مش مهم إن إحنا ننجز ننتهي من قوائم الانتظار، المهم أو الأهم من ده إن إحنا ما نعملش قوائم انتظار جديدة. فده إدراك واعي برغم إن هي التصريحات المثيرة للجدل بتاعتها قبل كده، إنما ده كان إدراك واعي منها إن هي تفهم المشكلة وما تحاولش تجددها تاني بأي شكل من الأشكال. طبعا أستاذ أشرف إحنا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة السريعة. للأسف وقت فقرتنا انتهى. الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير جريدة الجمهورية نورتني يا فندم. شكرا جدا لحضرتك يا فندم. صباح الفل يا فندم. مشاهدينا فاصل صغير نرجع لحضراتكم مرة تانية، استنونا.